السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة زكية رمضان من مدارس الهادي المحمدي، برنامج التعلم عن بعد. كيف حالكم أعزائي الطلبة؟ اليوم إن شاء الله يا عاشر رح نتعرف على درس التعامل مع قواعد البيانات. أهداف الدرس هي أجزاء الشاشة الرئيسية، وظيفة كل منها إنشاء قاعدة بيانات. طبعا أجزاء الشاشة الرئيسية تحدثنا عنها في الدرس السابق، ولكن مراجعة سريعة. تبدأ من شريط العنوان، وهو الشريط العلوي، يحتوي عندي على عناصر التحكم، الإغلاق والتكبير والتصغير، واسم البرمجية مايكروسوفت أكسس، طبعا 2009 2007 2010 2013 حسب الفيرجن الموجود عندك على جهازك. وبجانبها طبعا قاعدة بيانات، طبعا بظهر قاعدة بيانات طول ما احنا ما عملنا لعملية الحفظ. الشريط الثاني هو شريط التبويبات، يحتوي على مجموعة من القوائم والأوامر والأدوات التي تساعدني في العمل داخل البرمجية. الشريط الثالث هو شريط الرسائل، يحتوي عندي على رسالة تحذيرية وآمنة بنفس الوقت. طبعا نصها يحتوي أنه تم عملية حجب أو عدم تفعيل أي نوع من الأدوات لحين استخدامها. طبعا الشريط الرابع اللي هو شريط المستندات المبوبة، المقصود بالمستندات المبوبة هي أنه بيظهر لي الجدول أو النموذج بالشكل المصغر الذي يتم العمل عليه، ولكنه بشكل مصغر في هذا الشريط. الجزء اللي بعد الخامس اللي هو جزء التنقل، جزء التنقل بتحتوي فيه جميع الجداول والنماذج والتقارير اللي تم العمل عليها والتي يتم العمل عليها أيضا. حيز العمل هو المكان اللي بتم فيه إدراج الحقول وأنواع البيانات وصفات كل منها. وأخيرا شريط الحالة، طبعا شريط الحالة بيظهر فيها اللي هي طريقة عرض الجدول وأيضا أدوات التكبير والتصغير داخل البرمجية. في عنا مجموعة من المهام الشائعة التي تظهر داخل قاعدة البيانات، مجرد ما أنا أنقر كليك يمين بالماوس يا عاشر عليها راح تظهر لي مجموعة من الخيارات اللي هي فتح كائن، إعادة تسمية كائن، حذف كائن، حفظ كائن وإغلاق كائن، والتبديل بين طرق عرض الكائنات. طبعا طرق العرض هي أربعة، عندنا إما جداول أو استعلامات أو تقارير أو نماذج. هاي الأربع عروض اللي بيقدم لي إياها برنامج الأكسس. إحنا إن شاء الله رح نشتغل عندي على الجداول. خلينا نشغل برمجية الأكسس مع بعض. طبعا رح نختار بلان داتابيس، رح يحكي لي مثلا إيش اسم الداتابيس قاعدة بيانات، لإنه مثلا رح نكتب مدارس الهدي، هاي قاعدة البيانات. تمام، بعدين رح يظهر لي هاي مجموعة من الأشرطة، لاحظ إن هاي كلاتها مش مفعلة لساتها. طبعا وعندي هون التيبل. تمام، هلأ رح نروح عندي على هاي الأداة، رح نختار منها اللي هي ديزاين فيو، بمعنى إنه رح نقوم بعملية التصميم. هلأ عند التيبل هذا رح نكتب اللي هم، لنفترض مثلا بيانات بدنا عاشر بشكل عام، نعطيها أوكي. هلأ رح ندخل في أول جزء اللي هي فيلد نيم، اسم الحقل مثلا، رقم أو الرقم الوطني، هي الرقم الوطني. تمام، نوع البيانات هو بعطيني أوتو نمبر، بس أنا بختار لها نمبر. لاحظ إنه جنبها إيش، في عندي مفتاح اللي هي البرايمري كي. المفتاح طبعا هو عبارة عن حقل أساسي، لازم تكون بياناته مختلفة، ما بيصير يكون فارغ. فأنا عشان أحدد إنه الرقم الوطني يكون برايمري كي، رح أنقر عندي على المفتاح. لاحظ صار في عندنا هون مفتاح، هاي اخترته من هون، ظهرت في هذا الشكل. طيب رح نكتب هون اسم الطالب، هي اسم الطالب. رح نكتب مثلا اسم الأب، اسم العائلة. تمام، الشعبة. لاحظ انه هو لحاله بيحدد لي انها شورت تكست، ما بدي اغيرها، بستطيع اني اغيرها. مثلا الصف، الشعبة. تمام، ايش كمان ممكن مثلا نحط كمان رقم الهاتف، هاي بياناته بشكل عام. هلا رقم الهاتف راح اخليها برضه نمبر. تمام، ممكن مثلا هون نحط له كمان تاريخ الميلاد. طبعا تاريخ الميلاد نوع البيانات لإلها ايش، احسنتم، اللي هي date and time.
تمام. ممكن هون مثلا بالديسكريبشن نحط مجموعة من التفاصيل، مثلا انه هون يحتوي على 10 خانات، مثلا يحتوي على 10 خانات، تمام. ايش كمان ممكن نضيف؟ بس هاي المعلومات. طيب هيك احنا بنكون كتبنا اسماء الحقول، انواع البيانات، بعض الخصائص عليها. بنروح كمان مرة عندي على فيو، بنختار داتا شيت، بمعنى انه يظهر لي اياها عقائد بيانات. هل انت متأكد من الحفظ؟ نعم متأكد. هاي راح يظهر معي. طبعا راح ابلش ادخل الارقام، 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 10 ارقام. مثلا خلينا نتأكد هنا 10، هاي 10 ارقام، تمام. بنحط مثلا اسم الطالب، هاي انس مثلا، اسم الاب احمد، مثلا هون مثلا نكتب مثلا هي عليان، بالصف مثلا هو بالصف العاشر، تمام. ممكن هو بالشعبة ألف، رقم الهاتف، نشيل هاي الصفر، هاي نشيل نمحي الصفر، ونحط مثلا 07 07 9 3 4 5 6 7 8 9 10، تمام. مثلا تاريخ الميلاد، لاحظ راح يظهر لي هون اللي هي زي تقويم، ماشي. مثلا ما نحط له اياها مثلا بدناش بال 2020، خليها مثلا نرجع بالجوع، مثلا هي باك سبيس، خليها مثلا ب هي، انا بحدد زي ما بدي، مثلا هي مثلا بخليها بال 2019. طبعا انا بضلني احدد ارجع فيها بالجوع، بحدد الشهر، بحدد التاريخ اللي انا بدي اياه، تمام. بنزل وين؟ على الحقل اللي بعده. طبعا لاحظ اذا تركت هذا الحقل لحاله فارغ راح يظهر لي صندوق حوار انه ما بصير يكون فارغ، تمام. وبنعبي البيانات الثانيه لجميع الطلبه. هيك نكون احنا ايش عبينا البيانات داخل الجدول. الموضوع جدا سهل يا عاشر، تمام. هيك احنا بنكون خلصنا الجزء الاول من الدرس، ونلتقي بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.